السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوكوك. اليوم ان شاء الله راح نحضروا شطيط تاع سردين. نحتاجو كمية تاع عرطل تاع السردين، تبغى دير كيلو دير، نقوه وتلصقو حبة مع حبة، تقلعو الشوك وتلصقو حبة مع حبة. عندي هنا بالنسبة للدرسة مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، نص مغرفة صغيرة تاع فلفل عكري، نحتاجو كذلك نص مغرفة صغيرة تاع الكمون ورشة تاع فلفل اسود، شوية تاع الهريسة، ونحتاجو 2 فص ثوم يكون مبشور يعني مربي، نحتاجو نص ورقة تاع الرند، شوية زعترة وشوية تاع الملح. نديرو هنا في طاجين، نديرو 2 مغارف كبار زيت، نديرو نار قليلة باش ما يتحرقلناش الثوم. ندير هنا 2 فصوص تاع الثوم يكون مربي، يعني ما تبغيش دير الهريسه ممكن دير الفلفل الحار اليابس، فلفل دريس، وديروا هذه الدرسه في المهرز. ندير شويه هريسه ماشي بزاف باش ما تجينيش حاره، اللي تبغي الحار تكثر الهريسه، هي نورمالمون شتا تحجي حاره، ما اللي عندها دري صغار ما تنجمش ديرها حاره. هنا درت مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، نخليها تتقلى على نار قليلة، نحرك هكا باش ما ينحرقلناش الثوم، تتقلى غير شوية ونديرو الماء. هكا هنا راح ندير كاس صغير تاع الماء، منكثروش بزاف الماء، السردين ثم يطيب. نديرو العكري، ندير الكمون والفلفل الكحل، ندير الملح، الملح حسب الذوق ما تكتروش بزاف، نخلي هاد لاصوص هذه تغلي. زدت شويه عكري باسكو ما جاتنيش حمراء بزاف، زدت لها غير شويه رشه، نخليها غير شويه بدات تغلي، نبدا ندير في السردين. كما راكم تشوفوا غير بدات تغلي، نحطو نستفو حبات السردين. نتوما الا درتو كيلو كبروا الطاجين، ديروا طاجين شويه كبير ولا مقله، مقله كبيره هكا باش ما ديروش حبه فوق حبه. دوك غير نغطو عليه ما يطولش في الطياب، بالخف يطيب، هاكا يجي صحي وبنين. باش نقصو شويه من القليان، وساهل يعني بالخف توجدوه للفطور، ما يشدش كاع اليد. دوك نقصو للنار، درت الزعتره والرند، نقص النار، نغطيه، نخليه يطيب. كيما راكم تشوفوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق يكون واجد، يطيب بالخف ويجي بزاف بنين. في الاخير زينته بالزيتون الحار الاخضر، هذا الزيتون مرقد بالزعتر، يجي ثاني بنين. وهذه هي شطيط حسردين تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا في القناة. إلى اللقاء.